قد مليارات المتابعات وملايين الاشتراكات في قناته عبر اليوتيوب. هالقناة تعرض مقاطع من يوميات هالعائلة وتحمل رسائل مختلفة لكافة أفراد المجتمع بغض النظر طبعاً عن أعمارهم. وحديثنا اليوم يا علي مشاهدين ومستمعين مش عن فيحان المشهور فقط، بل فيحان الإنسان والابن اللي بيكره رؤية أحد من عيلته في حالة حزن أو ضيقة. خلونا نتعرف أكثر بشكل مختلف عن هالشخصية مع نرجس العوامي. أنك تساعد أمك في البيت. حمدة دلوعة البيت وآخر العنقود. المضيوم دلوع أمه أكيد. فك الكرتون، فكيه فكيه، أيوه فكيه بعد، فكي بعد. الساكتة كذلك راعية المكياج. كيف سلام نظر يا زير المنسية؟ تذكرنا بجدتي. جدة المضيوم الآن بتعيش معنا بالشيخ. كل واحد من هالشخصيات لإسم ومود خاص فيه، الناس عرفته بهذا اللقب وحبوه لبساطته. فيحان وعائلته النموذج للعائلة البدوية البسيطة المتماسكة، قصتهم دارجة في المجتمع السعودي والخليجي، والشخصيات المتمثلة في الجدة الطيبة والعمة السمحة والأخت الحنونة والأخ السند والأم والأب اللي ما نغنات عنهم، وأكيد في كل بيت في من يشبههم. ومالكم بالطويلة، خلونا نعرف هالعلاقة الطيبة وش أصلها. عائلة فيحان تمثل المجتمع البدوي البسيط اللي متماسك، الأهل متماسكين باللي حولهم، سفرتنا واحدة، جلستنا واحدة، متقاربين. حتى الوالد ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه إن شاء الله ويعافيه، متزوج ثلاثة. يعني نادر الآن تحصلين يعني أب يحاول يعني يمسك العائلة صح. لابد أنت عارفة نظام أغلب العوائل تحصلين فيه مشاحنات على أتفه الظروف أو الأسباب، لكن الوالد ما شاء الله تبارك الله يعني كان عادل، عشان كذا احنا طلعنا بالصورة الطيبة. فيحان يومياتكم حقيقية 100%، ما تمثلوا؟ لا، أنا ودي أدخلك على جدة المضيوم، أم المضيوم، تشوفين زي جدة المضيوم أول من دخلت عليك هنا وسلمت عليك وطلعت، اللي تشوفونه كله يعني حقيقي، ما في أي تمثيل ولا أي شيء في تبهير ولا آخر. لكن الشو ممكن يجي مثلا إذا في حفلة، إذا في مناسبة، لابد أن نعمل شو في السناب عشان نبهر المتابعين. أغلب متابعينكم من الأطفال، أنت تقدم أشياء بسيطة ترفيهية للطفل. دائما أكرر وأقول أحمل على عاتقي أمانة كبيرة، هو أنه في توصيل الرسالة. الطفل صغير، فلما أنت تعطيه الرسالة خلاص راح يحفظها في مخه، لما تعطيه شيء إيجابي راح تلقى يعني أثره مستقبلا على الطفل. الشيء الثاني كسبنا برضو الأمهات الكبار في السن، برضو الأخوات المتابعات، يعني صار جمهورنا ما بين أطفال وما بين نساء، والأغلب يكون فيه شباب. يعني سمعت أنت أن بابك مفتوح وكل الناس يجوا عندك، فجأة يدقوا عليكم الجرس، ناس يبغوا يقعدوا معاكم، عادي؟ مثل ما ذكرت أنا في البداية، اللهم لك الحمد، الوالد علمنا على الكرم، اللهم لك الحمد، بيباننا دام مفتوحة للغريب للقريب. فبرضو هذه من عادات أجدادنا وآبائنا، يعني جالسين الآن إحنا نبينها للناس، فما هو بشيء يعني غريب على كل سعودي أو خليجي إنه يفتح بابه. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار. في الطبيعة أو في العادة، يعني أكيد الواحد الشخص العادي يعني أمر بظروف، مثلا اليوم ما لي خلق أصور، أو اليوم ما لي خلق أسوي أي تفاعل أو أي فعلا. تواصل، ترى دائما تهاوش في البيت بس هواش أبيض، فدائما يصير بيننا ملاسنات أنا وعمة المضيوم. مثلا تهاوش يطلع لعد تجيني مثلا أم المضيوم أزعجهم في المطبخ بعض الأحيان. تقريبا أنا من النوع ترى اللي لا جيت في البيت فنيل وسروال. فنيل وسروال مثل أي، أتوقع معظم الناس زي كذا في البيت، فيني سروال داخل المنزل ما في أحد غريب. فأحيانا أضطر أني أطلع برا في الشارع عشان أبعد نفسي عن المشاكل وزي كذا، فيجوني ناس أنا أكون متضايق فحاول أني أبتسمه، فيجي يقول يلا نبغى نصور، وتلقى أطفال ما شاء الله 20 واحد، ما شاء الله، فأنت من داخلك تقول تكفون شوي أنا والله متقروش. فحين كيف تتعامل مع الانتقادات؟
في البداية كان الأمر مزعج، لكن يوم شفنا الجوانب الإيجابية من الشهرة حاولنا أن ما نلتفت للتعليقات أو الانتقادات. للأمانة يعني مريت بانتقادات قاسية جدا سواء من قريب أو من بعيد، بس اللهم لك الحمد تلاشت الأمور دي. دائما يقولوا فرحان رمز العلاقة، ترى موجود والده هني مبسوط. الله يشفيه، مبسوط انه بشوفتكم. للامانه كان جاز جوا، بس لما عرف انه اسرة الام بي سي موجودين معنا لبى الطلب وما شاء الله كشخ وجاء. احنا في العائلة اللهم لك الحمد كلنا يتسابق على خدمة الوالد او خدمة اي احد في البيت. فالوالد الله يعافيه وش فيه يعني دائماً ترى دائماً إذا أبوي فيه وأتكلم فلوس الشهر اللي تجينا كلها في خدمة الوالد اللهم لك الحمد. لأنك بار فيه ما شاء الله تبارك الله، فربي قاعد يرزق، تستاهل. يعني بعض الأحيان حقيقي يضايقني شعور لما مثلاً يتكلموا ويقولوا مثلاً أشياء سلبية عن بعض الناس هم ما يعرفوا تفاصيلها. في بعض الناس تلقاه يعني مهمش دور الأب مثلا، تلقاه مو بيمه يعني. في اغلب الشباب الان تلقاه في الاستراحات، فتلقاه الابو في البيت يعني يبغى مهما كان الابو يبغى يشوف ضنايا خدمه والى اخر. طيب وش سويته في الحجر؟ خلينا غير جوك. وش سويته في الحجر؟ والله بعد الحجر يعني ملبينا اوامر الدوله اللهم لك الحمد، وجالسين في بيوتنا مع الاخذ الوقايه والحمد لله على كل حال. فرحان شوية لخبطتوني، فأنت لازم الآن تشرح لي. الوالد متزوج ثلاث، تمام. طيب الأولى من أمك؟ الأولى عمتنا اللي في النسيم. أيوة. الثانية أم المظيوم. أوكي. الثالثة عمة المظيوم. يعني أنت من الأم الثانية، قصدي الزوجة الثانية. صح؟ حلو. بس اللي اكتشفته أن بعض الأسماء ما هي حقيقية، الأسماء النجدية البدوية وزي كذا. فحلوة لما الصغار ينطق حمدة بدل ما ينطق اسم ثاني، فاهمة؟ خلونا نشوف شوي عدد المتابعين في قناة فرحان وعائلته في اليوتيوب، وناخذ لفة سريعة في أعداد المشاهدات والتعليقات عليها. فرحان إنسان كريم وحب الاحترام، نفس أبوي الله يحفظه. كل عائلتنا كلهم محترمين وطيبين وكريمين. من يوم ما عرفت الدنيا واخواني اللي غير شقيقي هو معي. اي نعم. اي نعم، هذا الشيء احنا مترب، خلينا اقول لك بالفطره صاير معنا. نايس جود، ميا ميا كويس، كله ميا ميا. السؤال الاهم، ما هو المعيار لمتابعة شخص يعتقد البعض أنه لا يملك المقومات لأن تصبح يومياته متابعة من أكثر من 5 مليون اشتراك و3 مليار مشاهدة في اليوتيوب تقريباً؟ المفارقة العجيبة أن جميع فئات المجتمع تتابع فرحان بلا استثناء، الطبيب، القاضي، المهندس، التاجر، العسكري وغيرهم، وأيضاً حتى أصحاب الانتقاد السلبي. فليش تتابع فرحان؟ وش قصة هذه السيارة؟ وهل يناقض أن أنت عندك سيارة مرة فخمة مع بساطة الشخصية؟ يعني هل الناس قالوا خلاص فرحان ما صار هذاك الإنسان البسيط؟ المظاهر ما تغير قد ما يكون في جوهر ومعدل للشخص. للأمانة حصلت، لكن الناس كانوا مبسوطين يعني. حتى يوم شريت السيارة ما كانت فيها النظرة كيف هذا مع سيارة، إلا في تقريباً 10%، لكن أكثر الناس كانوا مبسوطين أني شريت هالسيارة وقصتها قصة السيارة ذي يعني. يعني أكيد يوم من الأيام بتتطور أكثر وبتشتري أشياء أغلى. طيب كلام الناس هل بيأثر فيك؟ ما صار يهمني دام أني أنا يعني ما أذيت أحد أو تجاوزت الخطوط الحمراء، خلاص أنا أكون كذا مسالم. ولكن ممكن بعض النظرة، بعض نظرة الناس يكون نظرتها لهم، هذا اللي أنا جالس أشوفه الوقت، نظرة عنصرية يعني، ليه هذا معك كذا، شلون جاب كذا يعني. هذا كله رزق من الله، أنت بتعترض على رزق جاك من الله. في سطح